صفحة الوجه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. وبعضنا والله يا أحبابي يطرد الناس من الحق وهو على الحق بعبوس وجهه. حبيبنا عبس لمصلحة شرعية يريد أن يدرك إصلاح القوم وهداية القوم وضجر بسيط طبيعي أو طبعي ومرة واحدة، وإلا فإن الحبيب بسام وكان ينشر الدعوة بالصبر والحلم والتؤدة والابتسام في موقف عاتبه الله. كم مرة عبسنا يا أحبابي؟ أنا كنت يوما في مؤسسات التعليم قبل تقاعدي وكنت مديرا لمدرسة، وكنت أقول للمعلمين لا أسألك عن أي وسيلة تعليمية، أسألك عن وجهك، وإذا وضعت لك مرآة عند الفصل ليس أن تضبط العقال ولا المرزام، أضبط ابتسامتك. فتبسم المعلم يشرح صدر المتعلم، تبسم الأب يشرح صدر الأبناء، تبسم الأم تشرح صدر الأبناء، يستقبلون الحق. ولذلك أحبابي أنا طالبكم جميعا راجعوا عبوسكم وراجعوا هذه الوجوه المتوضئة الخاشعة، فإن جمالها يوم أن تتبسم. وجعل الحبيب الطلاقة الوجه صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق.